قررت أبطل قهوة لمدة أسبوع، وده اللي حصل. أنا بشرب قهوة مرتين في اليوم، مرة قبل التمرين ومرة بالليل. أول يوم رحت الجيم من غير ما أشرب قهوة، أول حاجة الأوزان قلت، يعني كنت بلعب كتف بالدمبل 35 كيلو نزلت لل 30 كيلو، وكان عندي صداع دايما وما كنتش مركز خالص في التمرين. في البيت برضو كان عندي صداع ومش مركز ودايما عصبي. نمت في نفس الوقت مفيش مشكلة، الناس بتشرب القهوة عشان تسهر وأنا كنت بشربها ونام عادي. تاني يوم وتالت يوم نفس الموضوع، صداع مستمر وأداء في التمرين أقل من الأول. آخر 4 أيام الصداع بدأ يروح شوية، وبدأ أدائي في التمرين يتحسن أفضل وأحسن من الأول، وكمان بدأت أزود أوزان زي الأول.